إن وزارة الشؤون الخارجية هي بوابة الدخول إلى بلادنا، وهي الصورة الأولى التي تعطي انطباعا إيجابيا للأجانب عن بلدنا. لذلك قررت الحكومة بأن تنفذ هذا الصرح العملاق ليس فقط لصورة البلاد، وإنما لصالح موظفي وزارة الشؤون الخارجية من أجل المزيد من الإنتاجية. إن التحدي الكبير المتمثل في بناء هذا المبنى قد تم رفعه، ويبقى هناك تحدي آخر كبير وهو المحافظة عليه. لذا أود أن أوجه وزيرة الشؤون الخارجية وموظفي الوزارة إلى العناية بشكل جيد بهذا الصرح الكبير الذي تم تشييده بفضل الأموال العامة للدولة. وأنا اليوم سعيد وفخور بتدشين المبنى الجديد لوزارة الشؤون الخارجية الذي يعكس الصورة الجميلة لبلادنا بلاد تومي. الإيماج دي تشاد بي دي تومي بيرسو دي ليماليتي.